على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن أجهزة الأمن المعنية من العثور على المركبة التي استقلها الإرهابي الذي فجر نفسه في حادث الاعتداء الآثم على جامع الإمام الصادق بمنطقة الصابر ظهر يوم أمس الجمعة، وهي مركبة صالون يابانية الصنع. كما تم إلقاء القبض على مالك المركبة التي استقلها الإرهابي إلى مكان الحادث والذي فر بها سائقها عقب وقوع التفجير مباشرة. ولا تزال أجهزة الأمن تواصل جهودها لكشف ملابسات هذه القضية. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا مباشرة عبر الهاتف العميد عادل أحمد الحشاش، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. عميد عادل، بداية، ما هي آخر تطورات التحقيق في عملية التفجير الإرهابي بمسجد الإمام الصادق؟ بيان وزارة الداخلية واضح في هذا المجال، ألقيت القبض على مالك المركبة ولا زالت التحريات جارية لمعرفة أيضا سائق الذي قام بعملية التفجير. بداية مساء الخير، من باب التواصل مع أخواننا المواطنين وإطلاعهم أولا بأول على مجريات الجهود اللي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية المعنية في متابعة هذه القضية. الجهود متواصلة، العمل ما زال دؤوب ومستمر على مدار الساعة. قبل قليل مثل ما تفضلت أخي مضر، هناك بيان صدر من قبل وزارة الداخلية بضبط مالك المركبة اللي استقلها الانتحاري في الوصول إلى موقع الجامع الصادق في منطقة الصوابر، والسائق اللي استقلها طبعا في لحظة وصوله إلى هذا الموقع وبعد حدوث التفجير هرب من هذا الموقع. عشان أوضح النقطة أكثر، مالك المركبة الآن تم القبض عليه بحكم أنه شريك في هذا الموضوع. سائق اللي استقل هذه المركبة برفقته الانتحاري، نزل الانتحاري من السيارة وفجر وهو هرب من موقع الحادث، هرب من موقع التفجير. مالك المركبة الآن هو يرهن التحقيق والقبض عليه وأيضا الاستدلال منه على كافة الجوانب المتعلقة في هذه القضية، بينما الأمور الأخرى جاري الآن التعاقب من قبل الأجهزة الأمنية المعنية في هذا الموضوع. لكن عميد عادل، سائق المركبة الذي أقل الإرهابي، عفوا المقاطعة، سائق المركبة الذي أقل الإرهابي لم تتمكن الأجهزة الأمنية حتى الآن من العثور عليه. أنا الآن نتكلم عن مالك المركبة. نعم. مالك المركبة هو الآن تم القبض عليه وهو الآن قيد التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية المعنية. سائق المركبة اللي استقل السيارة من مالك المركبة، يعني مالك المركبة عطى السيارة. نعم. واضح النقطة، واضح النقطة. نعم. وبالتالي استقلها مع الإرهابي فجر وهو هرب من الموقع. القضية برمتها بالمضر عشان نوضحها أكثر لإخواننا المواطنين. نعم. لأن في ناس يعني صعوبة كبيرة جدا في الاستدلال على شخصية الانتحاري، لأن من قوة الانفجار ومن قوة المواد المتفجرة اللي كانت هي تحيط في أنحاء جسمه ضيعت كل المعالم المتعلقة بتحديد هويته. وبالتالي الجهود الأمنية الآن تتواصل في التوصل إلى كافة الخيوط اللي فعلا توصلنا إلى معرفة كافة الجوانب المتعلقة في هذه القضية. اللي حابب أبين أن هذا مجرد بيان أولي مقتضب يشير إلى أن الجهود الأمنية ماضية في الاتجاه الصحيح، وأيضا استكمالا لهذه الجهود راح نتواصل إن شاء الله في البيانات أولا بأول حتى تكون الأمور واضحة لدى المواطنين ومعرفتهم بسير هذه الجهود أولا بأول حتى يكون على بينة وإطلاع بكافة المجريات. عميد عادل، مقدرين جهودكم، على رأسها معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، شكرا لكم، أنتم العين الساهرة، نتمنى منكم التواصل معنا أولا بأول لإعطانا الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع. شكرا عميد عادل. بإذن الله. حياك الله.